السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء من القاهرة الإخبارية، أهلا بكم. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حسن خليل ياسين القيادي في استخبارات حزب الله بالهجوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ويأتي هذا عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. كما أعلن جيش الاحتلال في بيان له أنه بدأ حصارا عسكريا على جميع الأراضي اللبنانية من أجل منع إعادة تسليح حزب الله عبر سوريا وإيران، بحسب زعم الجيش الاحتلال الذي قال إنه أبلغ لبنان رسميا أنه لن يسمح للطائرات بالهبوط في بيروت قادمة من سوريا أو إيران، وقد يتم أيضا إيقاف السفن الإيرانية قبالة سواحل لبنان. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على بلدتي كفر شبا وكفر كلا جنوبي لبنان. كما أفادت وسائل إعلام اللبنانية بأن مسيرات الاحتلال قصفت مناطق بمدينة صور جنوبي لبنان، كما شن الاحتلال غارات جوية استهدفت مدينتي الهرمل وبعلب بالبقاع. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا سقط في محيط مستوطنة معالية أدوميم شرق القدس المحتلة أطلق من لبنان، موضحا أنه تسبب في حريق ما دفع فرق الإنقاذ للتوجه لإخماده. فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ أصاب مبنى في غرب المستوطنة وتسبب في أضرار أصابت منزلا بمنطقة بنيامين. أعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت منذ 16 من الشهر الجاري 1030 شهيدا، من بينهم 56 امرأة و 87 طفلا، كما بلغ عدد المصابين في تلك الفترة 2056 مصابا. وأضاف وزير الصحة اللبناني أن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 8 من أكتوبر الماضي بلغ 1640 شهيدا، من بينهم 104 أطفال و 194 امرأة، بالإضافة إلى 8480 مصابا. استشهد اثنان وأصيب آخرون في عدد آخر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأضافت مصادر محلية أن جيش الاحتلال قصف منزلا بالمخيم، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين من سكان المخيم وإصابة عدد آخر بجروح، بينما تواصل قوات الدفاع المدني عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض بعد تفجير المنزل. مشاهدينا، نهاية موجزنا، نشكركم على طيب المتابعة ونلقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.